ما شاء الله، الله يحفظك، الله يحفظك، ما شاء الله، ما شاء الله. ها؟ يعني تقبل الحاصل الطيب. يا اخ الله يحفظك ان شاء الله. تعال تعال انت، تعال تعال، طمنا عنك. والله طيبين الحمد لله، ما دام انتم موجودين تنظروا بنظره انسانيه لهم الناس، فنحن طيبين. تعمل معاهم هنا؟ لا ما اعمل معاهم، انا السواق بس معاهم، اجي انفل وارجع. انت الان علاقتك معاهم بس انه انت بس ان انا علاقتي معاهم ان انا بالقلاب، بس انا ارتاح، انا ارتاح لهذم الناس جدا لانهم ناس عمليين يطلبوا الله في بالرزق الحلال، يعني ياكلوا حلال رزقهم. ايوه هذا واجب علينا ان نحترمهم ونطرحهم في قروسهم. هذا الرجل اللي ياكل ياكل مش قعره فعلا. واحد شوف انا والله ازعل عليهم، شوف ولا هذا مش كبار، محرومين من التعليم، محرومين من الرفاهيه، محرومين من اشياء كثيره. هؤلاء يحتاجون نظري لهم، صح ولا لا؟ يحتاج ولا ما يحتاج؟ أي واحد عنده إنسانية وعنده ضمير يمتلك وازع ديني ينظر إلى هؤلاء الناس. محرومين أولادهم من الدراسة، يأكلون من المخلفات، يأكلون من المخلفات. أيوة والله يأكلون منهم، أنا قدام عيني وأشوفهم محرومين من جميع الأوزان، من الصحة، من التعليم، من حاجات كثيرة. لو بيدي والله ما أخلي واحد يجلس هنا.